بينما تعطلت الحياة بسبب كورونا، تتواجد الإغاثة الإسلامية دائما في قلب الحدث لتغيث المحتاج كي لا يتألم، لنحميه من المرض، لنكف عنه الأذى. بتبرعك للإغاثة الإسلامية عبر العالم نصل إلى الأشد ضعفا وحاجة مثل مريم، معا نرسم البسمة على وجهها. تبرع الآن للإغاثة الإسلامية عبر العالم، تبرعاتكم في أيد أمينة. روحك أمانة، البس الكمامة عشان أولادك الصغار، إلزم نفسك بالدار عشان رضا الوالدين، عقم الإيدين عشان أصحابك الحلوين، ابعد عنهم مترين عشان الكل مسؤول، الوقاية أفضل الحلول. اسمع من الحكومة الكلمة لين ما تمر هالأزمة. هذه الرسالة برعاية كنار تي في، صوت العرب من كندا. مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا مسار مهنتي على كنار تي في، صوت العرب من كندا. أنا محدثكم جمال الشريف، نتشرف بوجودكم اليوم معنا للحديث عن مهنة جديدة في كندا. هذا البرنامج برنامج متواضع، بنحاول فيه نستضيف بعض الشخصيات العربية التي حصلت على مزاولة أو تصريح للمهنة في كندا، أو حصلت على مهنة جديدة وبدأت في عمل جديد. بنحاول نظهر لكم بيانات هذه المهنة، حسناتها، سيئاتها، دخلها، طريق الدخول هذه المهنة والصعوبات والأشياء التي ممكن أن تقوموا فيها للحصول على المزاولة. طبعا هذا الموضوع لن يتم ولم يتم إلا بمساعدة الأصدقاء والضيوف اللي بيكونوا معنا، فبنشكرهم شكر جزير دوما على ما يقوموا به من نشر التوعية على كنار تي في، صوت العرب من كندا. وبالتالي احنا اليوم بندعو جميع الأخوة اللي عندهم مهنة وحابين يتكلموا عنها، يضعوا بعض النقاط على الحروف للقادم الجديد اللي جاي بعد بكرة وبكرة ويكسب فيه حسن إن شاء الله، يتواصل معنا سواء أنا أو الأخ رامي أو على القناة إن شاء الله، وإن شاء الله بنقدر ننسق للقاء معه ونتكلم عن هذه المهن التي كلها تعتبر مهمة جدا لأنها بتساعد في تقوية الجالية العربية في كندا. اليوم حنتكلم عن مهنة مهمة جدا، تكلمنا عنها في السابق في مقاطعة أنتاريو، وكان في بعض الاختلافات بمقاطعة كيبيك. فاليوم حبينا نستضيف شخصية رائعة، أخ وصديق وزميل نعتز بوجوده معنا اليوم، الأستاذ أنس حياتلي. أهلا وسهلا فيك أستاذ أنس. أهلا وسهلا فيك دكتور جمال، شكرا لك على استضافة، نتشرف فيك. طبعا اليوم حتتكلم عن موضوع الترجمة، وبهذه المناسبة باسمي وباسم قناة كنار تي في بنبارك للأستاذ أنس حصوله على ترخيص الترجمة قبل عدة أسابيع. ألف مبارك وإن شاء الله تكون فاتحة خير عليك وعلى عائلتك يا رب. الله يبارك فيك، تسلم. أنس، بلغنا أول شيء من هو أنس، لو تعرف الضيوف بنفسك وخبرتك قبل كندا. بسم الله الرحمن الرحيم، أنس محمد حياتلي، أنا فلسطيني من سوريا بالأصل، من حمص، من مخيم العائدين بحمص، خريج لغة إنجليزية أدب إنجليزي سنة 94 من جامعة البعث في حمص، ومعي دبلوم تخصص في الترجمة والتعريب من جامعة دمشق سنة 96. سنة 98 سافرت على الإمارات، قعدت بالإمارات 21 سنة الحمد لله، اشتغلت فيها مترجم حصرا، يعني عملي كله كان بمجال الترجمة. بوصولي على الإمارات كمان الحمد لله الله وفقني يعني، وحصلت على ترخيص مترجم قانوني فورا يعني من سنة تقريبا بنهاية 98 أو 99، واشتغلت يعني 21 سنة بالإمارات فقط كمترجم، مترجم قانوني يعني بعدة جهات حكومية كبيرة الحمد لله. يعني مثلا أول شغل اللي كان بالشارقة، بلدية الشارقة، بعدين جامعة الشارقة، بعدين القيادة العامة شرطة أبوظبي حوالي 5 سنوات،
بعدين المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي حوالي 4 5 سنوات، وبعدين اشتغلت مع شركة استشارية أمريكية، واشتغلت في آخر عمل إلي كان بالمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة كمان. فالحمد لله يعني أنا خبرتي كلها بمجال الترجمة وعملي كله بمجال الترجمة، وأثناء وجودي بالإمارات كمان كملت دراسة، أخذت دبلوم بالترجمة التحريرية والشفهية من الجامعة الأمريكية في الشارقة. فالحمد لله يعني بعتبر أنه عندي خبرة ممتازة، يعني حصيلة خبرة، يعني هاي الشيبة ما أجت من شيء قليل يعني. الحمد لله، فكانت يعني تجربة جيدة جدا ممتازة بالإمارات، 21 سنة تقريبا عمل كله في مجال الترجمة. جينا على كندا من حوالي سنتين تقريبا إلا شوي، شهر 7 2019، والحمد لله يعني من أول ما وصلت على كندا سألت عن موضوع الترجمة والترخيص، ودلوني أهل الخير يعني الله يجزيكم الخير مثلكم، يعني مثل الناس كثير موجودين وبيساعدوا الناس، يعني دلوني إنه في مؤسسة في نقابة معينة، راسلتها وسجلت فيها وقدمت على طلب، والحمد لله يعني هاي من حوالي أسبوعين تقريبا ربنا أكرمنا وحصلت على الترخيص وبلشت شغل فيه، يعني أخذت ختم وأخذت عضوية كل شيء الحمد لله يعني. ألف مبارك. الله يبارك. إذا نحن بنتكلم عن خبرة أكثر من 21 سنة في موضوع في عالم الترجمة في دولة الإمارات وفي سوريا، والحمد لله الآن بعد سنتين تقريبا أو أقل من سنتين، سنة ونص من وجودك في كندا قدرت تحصل على ترخيص. أنت مقيم في مقاطعة كيبيك صحيح؟ نعم أنا بمونتريال، كيبيك، موجود بمونتريال. نعم، أنا ليش بحدد على موضوع مقاطعة كيبيك؟ لأنه يا جماعة معظم المهن إلها تراخيص خاصة في مقاطعة كيبيك، معظم المهن بتكون فيدرال إلا كيبيك، يعني هذا شيء راجع لطريقة السيستم في مقاطعة كيبيك، عشان هيك احنا بنحاول نفهم القادم الجديد او اللي بده يجي على كندا انه مقاطعة كيبيك لها بعض التراخيص الخاصة اللي بتختلف، لكن في موضوع الترجمة اليوم حنكتشف هذا الموضوع معكم مع الأستاذ أنس. طيب أستاذ أنس، خلينا نتكلم شوية عن المهنة قبل موضوع كيف انت دخلت في الموضوع. مهنة الترجمة شو اللي بيعجبك في هاي المهنة؟ انت لك باع طويل، شو اللي بتحبه، شو الباشن، شو الحسنات تبعت هاي المهنة وشو السيئات بشكل عام؟ أول شيء يعني بالنسبة للغة الإنجليزية بالذات، يعني إحنا عائلتنا سبحان الله متخصصين نوعا ما فيها، يعني الحمد لله الوالد الله يرحمه كان مدرس لغة إنجليزية، وإحنا يعني دائما أنا بحكيها للناس اللي بيسألوني، يعني إحنا 5 إخوة، 5 شباب وبنت، كلياتنا درسنا لغة إنجليزية وأدب إنجليزي، إلا عنا واحد درس هندسة، هندسة كمبيوتر، بس كفر عن ذنبه يعني تجوز واحدة درس ترجمة. فإحنا عمليا الحمد لله كعائلة يعني فايتين باللغة الإنجليزية، متخصصين، يعني أخوي الأكبر مني بسنة متخصص باللينغويستكس من جامعة أوكسفورد، يعني معه ماسترز وقدم على دكتوراه من أوكسفورد، والأخوة التانيين يعني الحمد لله كمان عندي أخ، الأخ الصغير بسوريا برضو مترجم قانوني بسوريا، عندي أخوي بدبي يعني مثل Chief Editor وTranslator بمؤسسة كبيرة حكومية الحمد لله. فإحنا يعني سبحان الله في عنا عشق للغة الإنجليزية، وبجوز يعني الوالد الله يرحمه كمان لأنه كان عنده حب للغة العربية، فإحنا يعني إتقاننا العربي والإنجليزي بشكل جيد ساعدنا أنه نتقبل الإنجليزي والعربي مع بعض الحمد لله. فيعني في عدة عوامل، بس الأمور بجوز العوامل الشخصية والمنزلية شوي ساعدت أكثر بتكوين هالشخصية. فأنا بالنسبة لي الحمد لله من زمان يعني بحب اللغة العربية بالذات، عندي اهتمام بالشعر وبالأدب وهيك، يعني حسيت انه الترجمه بتخلي الواحد يعني ينوع ويستفيد باكثر من مجال يعني بهذا الشيء. حلو. طيب انت بدات موضوع المعادله في كندا، اكيد درست السوق، لانه القادم الجديد عنده خيارين، يا اما بده يعادل العلم والشهاده اللي عنده والاكسبيرينس ويبدا نطاق الشغل فيه، أو يبدأ بشغل جديد. في كثير من المقدمين جدد بختار الأسهل، بقول لك بروح بدرس لي بكوليج سنة سنتين وبخلص الموضوع وانتهى الأمر، بس أنت اخترت أنك تكمل. فهل درست السوق المحلي بالنسبة للترجمة في كندا؟ هل في حاجة لهذا الموضوع، خاصة أنت مترجم لغة عربية للإنجليزية والعكس؟ طبعا الانطباع الاول انه كونو كيبيك بالذات لها خصوصيه الفرنسي، يعني كيبيك معروفه، اذا حد بتسال عن كيبيك من برا كندا حتى ما بيعرف يقول لك شو ودك على منطقه كلها فرنسي، انت شغلتك انجليزي،
يعني طبعا احنا حكمنا بشغلات معينه منها مثلا الكفاله اللي اجينا عليها على الهجره وغيره، فحكمنا انه نيجي على كيبك اول شيء مع خيار انه بعد فتره انت بتحاول اذا بدك تطلع على المقاطعات الثانيه اللي بتحكي انجليزي بس يعني بدون فرنسي. بس انا من اول ما اجيت سالت يعني هون، وسالت يعني ناس مختصين، سالت يعني ناس بيشتغلوا مثلا بمجال المحاماه، سالت كاتب بالعدل يعني باكثر من كذا، في ناس اكدوا لي انه لا الانجليزي حتى الترجمه الانجليزي عربي مطلوبه، ويعني مطلوبه ومرغوبه لما يكون في رخصه، يعني انه يكون مترجم عنده صفه رسميه، لانه مين ما كان ممكن يعني يترجم اي شيء ببساطه يكون بتقن انجليزي بيحكي عربي، لكن لما تكون انت عم تحكي عن شغلات رسميه، مستندات رسميه، وثائق، تحتاج شخص يكون مرخص فعلا، يعني اول شيء عنده مؤهلات، عنده شهادات معترف فيها، وعنده الختم، وعنده الختم والتسجيل بالنقابه نفسها يعني. فالكلام المبدئي اللي سمعته شجعني اني انا اقدم على الطلب، قلت انا جاي الاحوال اللي جاي على بلد يعني جديد، حياه جديده، اجباري عامل حساب ويخسر مثلا سنه وشوي سنتين بينما تستقر اموره وتبين. فانا قلت بقدم الطلب وبشوف شو الله بييسر معنا يعني، بعدين الخيارات مفتوحه بتضل يعني، وزي ما تفضلت يعني ممكن واحد يشتغل اي شيء او يعمل اي شيء ثاني، لكن الانسان اللي قضى مثلا 20 سنه او اكثر من 20 سنه من عمره بمجال مسار معين والحمد لله مسار بحبه يعني بيشتغل فيه، حرام مثلا ما يستثمر فيه وما يستمر فيه بنفس المجال يعني. وربنا الحمد لله يعني فضل من الله، الله اكرمنا واخذنا الترخيص يعني. والحمد لله انا من حوالي اسبوعين تقريبا لهلا بلشت يعني، هلا عم تجيني استفسارات طلبات بالنسبه للشغل، وصار يجيني بعض الطلبات هلا شوي شوي يعني، وعم نشتغل من البيت حاليا صراحه، لسه حتى ما شكلت شركه ولا فتحت مكتب ولا، بس الحمد لله يعني الامور لحد الان ممتازه يعني. فانا بالنسبه لي لما اجيت يعني كنت عامل خطوه استباقيه من قبل، انه انا كنت معدل شهاداتي، انا قبل ما اجي على كندا راسلت هون الـ WAS اللي بيعدلوا الشهادات يعني، وبعثت لهم الشهادات ومعدلها من زمان يعني، الحمد لله اجيت معي الشهادات معدله جاهزه يعني، فما احتجت اخسر وقت بتعديل الشهادات. بس هذا سؤالي، هذا سؤالي، خلينا نبدا خطوه بخطوه. اوكي، اي شخص بغض النظر اي شخص بده يبدا يعادل هذا الموضوع، خلينا نبدا معاه خطوه بخطوه. نبدا الخطوه الاولى، شو هي الثانيه الثالثه عشان نكون متسلسلين بالافكار؟ تفضل. طبعا اللي بده يقدم على طلب بالنسبه لي انا بحكي عن مجالي يعني الترجمه، يعني بتقدم تطلب ترخيص لمزاوله المهنه، في عندك في كيبك مؤسسه خاصه اللي هي الاوتياك يعني، فهي عباره عن نقابه المترجمين اللي بتحدد، بتدخل على الموقع تبعها بتسجل. عدلنا الاسم معلش عشان الناس تكون واضحه، اوتياك او تي تي اي اي كيو اللي هي بالفرنسي يعني، بصراحه انا ما كثير بالفرنسي بعرف، بس هي مثل يعني نقابه المترجمين يعني المعنيه بالمترجمين بمقاطعه كيبك حصرا. بس يعني اللافت للذكر انه اوتياك ترخيصها لكل كندا مش بس لكيبك نفسها يعني، يعني انا كمترجم انجليزي عربي بقدر اترجم اي ورقه بكندا واختم عليها بختم اوتياك بالختم اللي معي يعني، فالترخيص اللي بعطوك اياه هو كندا، يعني كندا كلها مش بس لكيبك نفسها يعني، حتى لو كان انجليزي عربي لو كان فرنسي شو ما كان نوعه يعني بكون صالح لكل كندا. انا حطيت الموقع تبعهم عشان هذا هو الموقع يعني، بصراحه حلو جدا وسهل التعامل معه، مع انه اغلبه بالفرنسي بس في صفحه انجليزي للي ما بيعرف مثلي يعني، بتسجل ممبرشيب وباسورد وكل شيء خلاص، بتصير تدخل يعني بتتواصل مع، في بعطوك ان ايميل مثلا الشخص المختص بتبعت له بيقول لك شو المطلوب بالذات يعني. هلا انا لما قدمت على الطلب طلبوا مني عده شغلات طبعا رئيسيه، منها مثلا طبعا صور عن الشهادات، واذا في معادله للشهادات بكون افضل يعني، واذا ما في بيطلبونك تعادلها اكيد يعني. انا قدمت طبعا صور عن الشهادات مع المعادله اللي هو من ويس. طيب من ويس ايوه، بعدين بيطلبوا سيره ذاتيه، طبعا السيره الذاتيه تذكر فيها خبراتك وشغلك كذا، واهم من هيك بيطلبوا، طلبوا مني 10 نماذج ترجمه، بس نماذج يعني ترجمه ثقيله يعني، مثلا يعني مش انه والله تبعث لي، هن بيقولوا لك يعني مثلا مش والله صفحه صفحتين، والله بدنا نماذج مثلا عقد كبير، بدنا دوكيومنت، بدنا ريسيرش، بدنا ريبورت، تقارير، ابحاث، شغلات يعني تكون يعني شغل زي ما بيقولوا ترجمه ثقيل يعني، مواضيع منوعه، بطلبوا نماذج منها بالعربي بالانجليزي باللغه، طبعا لغه الترجمه تبعك انجليزي عربي شو ما كانت، او فرنسي عربي او شيء، وبنفس الوقت بطلبوا منك مثل تاكيد على صحه هالمعلومات والبيانات يعني، اللي بعثوا لي مثل فورم لازم انا اطبعه
وأعبيه، أتعهد بصحة المعلومات وأن الترجمات اللي أنا قدمتها ترجمات صحيحة وأنا عملتها بشكل شخصي، ما حدا ساعدني فيها، وتروح توقعها من كاتب بالعدل نوتري بابليك أو النوتير هون، وبتصدقها وبتبعثها مع الأوراق اللي بتقدمها للمؤسسة يعني. فالموضوع يعني أخذ شوية وقت بما جهزت أنا النماذج ورسلت الجهات اللي كنت أشتغل معها. في شغلات مثلا أنا كنت بحاجة لنماذج من عملي بعدة جهات متنوعة ما عندي إياها أنا. في طبعا أنت تعرف يعني الجهات الحكومية بالإمارات الشغل تبعها بيكون خاص فيها، فراسلت بعض المؤسسات اشتغلت فيها، بعتولي في ناس تعاونوا بعتولي النماذج، في ناس قالوا لا ما بنقدر، فبين ما يعني قدرنا الحمد لله نجيب النماذج المطلوبة بالحجم المطلوب يعني. يعني بتذكر في دوكيمنت قدمتها فوق 100 صفحة يعني، وأنا فعلا ترجمتها بشكل شخصي، كنت شغال وقتها مع شركة استشارية يعني الحمد لله. فيعني كان في شغلات تطلب وقت وقدمت الوراق كلها. والمشكلة هون كمان تعرف صار موضوع الكوفيد اللي شل العالم كله يعني تقريبا، فالأمور كلها صارت بطيئة، وصارت يعني أنا بينما قدمت بينما أخذت ترخيص قعدت سنة وشوي تقريبا. يعني أنا بفبراير 2020 قدمت طلبي وأخذته هلأ بمارس، يعني سنة وشهر بينما بتولي بالطلب وبينما نقطة مهمة كمان إنه بعد ما مثلا بعد ما تقدم الطلب في لجنة خاصة بتجتمع تدرس طلبك وبيقيموا، واذا في مثلا اي شغلات نواقص او مثلا شيء لازم تعمله بيقولوا لك مثلا لا ممكن بيطلبوا منك تلتحق بدوره معينه تحسن من مستوى معين بالترجمات. يعني الحمد لله انا ما كنت بحاجه لهالشيء يعني، بس انا طلبوا مني اعمل تريننج اونلاين بسموه، بعثوا لي لينك تدخل على موقع في عندنا هناك مثل لايبراري مكتبه فيها بلفات المفروض تقراها، بس للاسف اكثرها كان بالفرنسي. فانا لما قلت لهم قالوا لي والله هذا الموجود، فاضطريت يعني اعملها داونلود واترجمها بين جوجل ترانسليت وبين بعض المساعده انه اقرا بس المحتوى الانجليزي. وبعدين في عندك مثل الكويستشنير بتدخل على الموقع برضه في كويستشنير بتجاوب على اسئله مشان يشوفوا اشوف انت من اللي قراته. يعني امور تتعلق بالمهنيه طريقه العمل كمترجم، شغلات اللي ممكن تعملها، الاجراءات، حمايه العميل، التأمين مثلا، وبعض الأمور اللي علاقة بالهيكلية عمل النقابة نفسها الأوتياك مثلا بيسألوك أسئلة تتعلق بال مثلا بالبورد اوف دايركتورز بالممبرز. فكان في بعض الاستبيانات دخلت الحمد لله يعني لما جاوبت عليها كلها على مرحلتين ثلاثة خلاص انتهى الموضوع، قالوا لي إنه خلاص انت هلأ هيك أتممت الإجراءات وفيك تدخل على الموقع وتكمل إجراءات تسجيل تدفع رسوم، وبعثوا لي ممبرشيب فورا للبطاقة يعني. ولما تخلصت الرسوم كل شيء قالوا لي خلاص انه يو ار دان وفيك هلا تمارس المهنة، فيك تعمل ختم، فيك تعمل أوكي. بطاقة شخصية وكارت كل شيء. في شغلتين بدي ركز عليهم استاذ انس معلش بعد اذنك. تفضل. الشغلة الأولى اللي حكيته أنت على موضوع القوانين، معظم المهن في كندا اللي بيركزوا عليه في الامتحانات اللي هو قوانين اللي المحيطة بهاي المهنة في كندا، وهذا الناس اللي كثير ما بتفهمه أو ما بتكون مستوعبة ليش أنا بدي أقدم امتحاناً عندي خبرة 20 سنة، لأنه في قوانين في كندا أو كودز أو أشياء بهذه المهنة يعني هي محطوطة من قبل المؤسسات هاي أو الشركات أو الحكومة. حكينا عن عدد من المهن وكل هذه الكودز هي مهمة جداً إنك تعرفها كيف تتعامل مع الشخص الآخر عشان تحمي نفسك قانونياً، يعني هذا الموضوع مهم جداً جداً، وأتوقع هذا معظم تركيز الإجزام تبعت الموضوع. الشغلة الثانية اللي حكاها الأستاذ أنس، أنا حطيت كل المواقع عشان تشوفوها، هذا موقع الـ OTTIAQ وهذا موقع الويس عشان ما حدا يكون مثلا ضايع من وين من شو هي ويس. ويس معادلة الشهادات، هي بتعادل شهادات مؤسسة بتعادل شهادات بشكل عام، وهذا اللي هو موقع الترجمة تبعت اللي موجودة في كيبيك. في سؤال مهم جدا من سامي بقول هل ممكن الإنسان يكون مترجم بس مش دارس بكالوريوس إنجليزي، يعني معاه خبرة أو معاه لغتين كويسات بالإنجليزي وبالعربي ويصير مترجم؟ هلا بصراحة يعني أنا جوابي يعني من شقين، مهنيا انا ما بفضل، لكن من ناحيه الخبره اللي شفتها يعني انا مثلا بالامارات اشتغلت مع كثير ناس مترجمين كانوا باكثر من مكان خاصه بشرطه ابو ظبي، في ناس يعني مترجمين ما شاء الله
يعني من الاعداء يعني والمشهورين والكويسين، ورغم هيك ما دارسين لغه انجليزيه، في ناس دارسه هندسه، في ناس دارسه كيمياء، لكن حبه للغه واتقان للغه كونه درس برا، ولما اجى زمان ما كانوا يدقروا كثير، فكان يشتغل. لكن حاليا حسب علمي مثلا على معلومات انا بالامارات بالذات، يعني حسب علمي حاليا ما بيقدر، اذا من اول مشتغل متعين كمترجم بنفذ يعني، بس انه هلا حاليا لا، لازم يكون معه شهاده باللغه الانجليزيه بالترجمه حصرا. وحسب ما فهمت هون كمان يعني الترخيص، لا لازم يكون تخصص بهذا المجال، غير هيك يعني اذا بيقدم انه مثلا عنده خبره بيقولوا له انه هذا الخبره ما كافيه. ويعني في تواصل معي شخص او شخصين قالوا لي انه هن قدموا لكن ما انقبلوا، لانه هو كاتب انه مثلا مجال خبرته مع انه لغه انجليزيه لكن مجال خبرته تدريس، قالوا له لا لازم تجيب لنا شهاده او شيء تثبت انك اشتغلت هون مثلا بكندا نفسها، اشتغلت مثلا مع مكتب ترجمه. فهون ما عاد يقبلوا، حتى حسب ما انا فهمت يعني من اكثر من حدا تواصل معي هون، في واحد قال لي انه قدم ودارس لغه انجليزيه ومعه بكالوريوس لغه انجليزيه لكن خبرته تدريس ما ترجمه، فما انقبل، طلب منه شغلات ثانيه يعني. فانا برايي الشخصي يعني لا، لازم يكون التخصص الرئيسي لغه انجليزيه وترجمه، ويفضل يكون بالترجمه بالذات يعني. الترجمة برضو علم قائم بحد ذاته يعني، له نظري له عملي له قواعد وقوانين، مش بس انه اتقانك اللغه معناتها انت تصير مترجم. هلا بكندا كلنا بنحكي انجليزي، فمعقول مثلا كل العرب بيحكوا انجليزي بيشتغلوا مترجمين؟ اكيد لا. يا هاي نقطه مهمه جدا، لانه صدقت انت ممكن اي واحد بتكلم اللغتين او عنده خبره في اللغتين او لغتين الكويسين، فهل مستطيع انه يشتغل ترجمه؟ وعشان هيك انت ما طلبوا منك اي كورسات تدرسها اضافيه او اشياء زي هيك؟ الحمد لله ما طلبوا اي شيء. فانت بيزيكلي قدمت امتحان فقط اللي هو الاثكس هذا والقوانين. الاثكس بالضبط، ايوه نعم، اللي هو اخلاقيات المهنه وقوانينها، خلينا نحكي اخلاقيات المهنه وقوانينها بالضبط. اوكي طيب، قدمته بالانجليزي ولا بالفرنسي بما انك في كيبيك؟ لا، والله الكويستشنير كله بالفرنسي كان، يعني انا كنت فاتح اللينك وعم بترجمه على جوجل بصراحه، لانه الفرنسي كان كثير على قد يعني، يا دوب اخذت كورسين ثلاثه بالبدايه يعني، لسه ما اتقنت الفرنسي يعني، فكنت اترجم السؤال نفسه. قلت لك انا كنت مستعمل الملفات كلها، قريتها ترجمتها برضه نفس الطريقه يعني بصراحه، وكنت اخذ المعلومات المهمه اللي احسها مهمه، مثلا ما اقرا مثلا شيء عن البورد اوف دايركتورز، عن نصاب الاجتماع، عن عدد الاعضاء، عن كيفيه الاداء، اخذها واسجلها عندي كملاحظات بملف ثاني يعني. لما صارت تمر معي الاسئله اللي موجوده على الموقع، لما اشوف السؤال ارجع للملف قدامي مفتوح يعني، اقرا المعلومه واجاوب على السؤال. هاي نقطه مهمه جدا. انا ليش بسالك السؤال هذا؟ لانه فعلا معظم اللي بيجوا على كيبيك خاصة اللي برا كندا مش عارفين هاي المعلومة، خلينا نشرحها بشكل ملخص هيك. كل كندا بتحكي انجليزي الا مقاطعة كيبيك، اللغة الرسمية فيها كمقاطعة هي فرنسية وليست انجليزية، يعني حتى الانجليزية مش لغة رسمية في مقاطعة كيبيك. الفيدرال بايلينجوال، انجليزي وفرنسي. مقاطعة نيو برونزويك برضو بايلينجوال، انجليزي وفرنسي. فمعظم الخدمات المقدمة من البروفنس في كيبيك او في المقاطعة بتكون باللغة الفرنسية. يعني انت بتروح مثلا على مكتب التأمين الصحي، يمكن ما تلاقي فورم بالانجليزي لما تعبيه، كله بالفرنسي، لانه هذه قوانين المقاطعة. عشان الناس تكون بس عارفة ليش أنا سألت هذا السؤال ويكون واضح هذا الموضوع، وبالتالي الامتحان كان تبعك كله بالفرنسي. صحيح. طيب، في سؤال مهم تكرر مرتين، مرة من أسامة ومرة من محمد، بقول لك ما هو معدل الراتب للمترجم المرخص ماديا، محرز ولا لا؟ والله يعني بصراحة تعمل بكير لسه نجاوب على هالسؤال، لأنه أنا يعني عمليا من حوالي شو اليوم واحد يعني، من 10 أيام تقريبا أخذت ترخيص، يعني بين ما عملت الختم بين ما عملت هذا، يعني أنا إلي بالضبط حوالي 5 أيام بس معي ختم رسمي يعني. فبلشت يعني أخذ طلبات الحمد لله بيجيني، لكن ما فيني هلأ أنا أحكي عن الدخل ولا أحكي عن ال أقول والله لا منيح أو ما منيح، يعني ما فيني اعطي معلومه ما صحيحه بصراحه يعني، لانه انا لو منيح، لو هلا شايفه منيح بجوز بعد فتره يكون ما منيح، او العكس صحيح يعني.
بس بالنسبة للدخل إذا كموظف بمؤسسات كمان والله للأسف ما عندي أي فكرة عن هذا الموضوع هون، ما بعدني ما عندي فكرة عن سوق العمل والرواتب بكندا إنه بالنسبة للمترجم بالذات كمهني يعني، لكن أنا حسب ما فهمت وسمعت بتوقع يكون إن شاء الله يعني جيد واعد يعني، اللي فهمته من الناس إنه في إقبال على الطلب، خاصة إنه هلا مثلا لما يفتحوا قالوا لما يفتح مثلا ملفات اللجوء من جديد، أي حدا بيجي على البلد هون بتكون معه بعض المستندات اللازمة ترجمة إما للفرنسي أو للإنجليزي طبعا، فيعني بقولوا إن شاء الله إنه في حال كان في هلا رجعوا فتحوا الهجرة من جديد وصار في ناس يعني دفعات جيدة من اللاجئين أو المهاجرين بيكون في مجال للعمل يعني، بس يعني للأمانة بصراحة كاملة يعني ما فيني أنا هلا أقول لك إنه إيه منيحة أو ما منيحة، لكن بضل واحد بمجاله وشو ما اشتغل بمجاله أفضل من أي شغل تاني بمجال تاني. نعم أستاذ أنس، أنا يعني عشان نقدر نجاوب برضه زي ما حكى الأستاذ أنس هو بده يعطي بكل مصداقية المعلومات، اللي وجدته أنا على أحد المواقع هذا الأفرج يا جماعة، الأفرج وهو المتوسط باللغة العربية، هذا متوسط تقريبا 50,000 بالسنة، يعني مش مبلغ كبير ولا مبلغ سيء، 50,000 بالسنة. طبعا هذا بيعتمد على أنت كيف تشتغل، يعني في ناس هاي وصلوا 70,000 زي ما حاطين، الميديوم المتوسط 50,000، 90% من الأشخاص بقول لك بوصلوا إلى تقريبا 69-70,000 بالسنة. طبعا هذا بيعتمد أجين على كمية الشغل تبعك، قديش أنت بتقدر تشتغل، وخاصة إذا أنت فريلانسر يعني بتشتغل لحالك ولا لا أستاذ أنس؟ اي حاليا اي فريلانسر يعني سيلف امبلويد بسموه يعني، او انه بس بعدين شو بصير ما بنعرف، الله اعلم يعني. طيب بما انه الاستاذ انس جديد في الماركت احنا حابين نساعده، وانتم كمان ان شاء الله انا هحط الصوره تبعت الكرت تبعه، اي حدا حابب يترجم اي دوكيومنتس بيستقبلها اونلاين، ما في داعي لا تروحوا على مونتريال ولا هو يجي عندكم، كل شيء ممكن يصير اونلاين. هذا صحيح. رقم تليفونه ايميله، اعملوا سكرين شوت خلوها عندكم، اي واحد بطلب ترجمه هو مستعد انه يساعد، واتوقع انه راح يعطي اسعار جيده للجاليه العربيه ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. طيب سؤالنا الثاني وهو سؤال مهم جدا من محمد، بقول هل ممكن اختيار ترجمة لأكثر من لغة، لغتين مثلا أو ثلاث، مثلا أنت بتتكلم إنجليزي وفرنسي وعربي، هل تقدر تسوي ترجمة بالثلاث لغات؟ ايه طبعا، ايه أكيد. أنا بعرف يعني في مترجمة من فترة تعرفت عليها كمان على الفيسبوك وهيك، ما شاء الله بترجم ثلاث لغات، يمكن مرخصة بثلاث لغات يعني فرنسي وانجليزي ونسيت يمكن اسباني كمان او شيء، ولا العربي بترجم ثلاث لغات للعربي يعني، ففي ناس ما شاء الله يعني حسب الدراسه حسب الخبره، بس اللي فهمته انا ايه بيعطوا اكثر يعني، فيك مثلا تكون مترجم انجليزي فرنسي عربي اذا بتدخل هالشيء طبعا يعني، اكيد ايه ما بيمنع. طيب ممتاز. في سؤال برضو من اسامه، دكتور اسامه بيسال هل جوجل ترانسليت وبرامج الترجمه الفوريه بتأثر عليكم سلبيا في مجال عملكم من ناحية الزبائن وقلتهم؟ والله هاي شغلة يعني بصراحة كمان يعني لها رأي شخصي يعني، بترجع للشخص نفسه. هلا أنا من الناس اللي طبعا ما بفضل أبدا موضوع الجوجل ترانسليت أو الكات بسموها اللي كمبيوتر أسيستد ترانسليشن، مع إنه كتير مؤسسات بتستعملها، إنه في مثلا في ناس بتستعمل الكات تكنولوجي، أو انه مثلا في ناس عندها برامج بتدخل فيها كل النصوص بالترجمه، بتعمل مثل داتابيس وصير بعدين بتترجم بشكل اسهل، هذا شيء جيد. لكن انا برايي الشخصي يعني من خبرتي الشخصيه الحمد لله يعني، الترجمه بالذات يعني بتضل لها فيها لازمها اللمسه الشخصيه يعني، لانه ما كل نص، ما في نص بيشبه الثاني، ما في نص بيشبه، ما في لغه بيشبه الثاني. هلا انت ممكن تعطي لعشر اشخاص يكتبوا عن موضوع، يكتبوا لك عشر مواضيع مختلفه، لكن العشره صحيحه واللغة صحيحة، لكن كل واحد له أسلوب وله طريقة يعني، فما في دائما ما في نص واحد صحيح وما في لغة واحدة صحيحة. لكن أنا قصدي إنه الاعتماد الكامل على جوجل، في ناس بتقول لك إنه شو الترجمة، ما عاد في يعني شغلة الترجمة، إنه حط أي شيء على جوجل تناسب بترجمه، أي نعم بترجمه، لكن أنت لما تتحقق من جودة الترجمة أو مستوى اللغة واللغة والترجمة
حسب طبعا انت النص وين لازمك، او حسب انت مثلا هالنص شو مطلوب. هلا انت اذا بدك معنى كلمه، انا ممكن استعمل جوجل ترانسليت اخذ معنى كلمه ما خطر ببالي فورا، او مصطلح صغير مثلا بروح عن بالي للحظه، احسن ما افتح القاموس مثلا ادور عليه، ممكن على جوجل ترانسليت فورا يعطيني اكثر من خيار. صح، لكن انا اترجم نص يكون النص له غرض معين، مثلا خاصه انه ترجماتنا احنا القانونيه بتكون مقصود فيها مثلا مخاطبه جهه معينه، اثبات حاله معينه، تعبير عن وضع معين، بتحكي انت عن شهاده، بتحكي عن شيء، في كلمات في مصطلحات ما إلها غير هالحل، يعني في كليشيهات معينه لازم تكون عارفها. اذا انت كمترجم ما بتعرفها فبتكون انت عم تترجم بمجال بعيد كثير عن المعنى المطلوب يعني. ف بصير الموضوع في تعاون بين الانسان والاله زي ما بيقولوا يعني، او بين الانسان والتقنيه او التكنولوجيا، لكن العامل البشري هو الاهم دائما اكيد يعني. انا بدي يمكن أن اضع بعض الرطوش على الكلام اللي اضفت اللي حكيته، اضيف له بعض الشيء. طبعا الترجمه يمكن من اللغه الانجليزيه للفرنسيه هي افضل ترجمه على جوجل ترانسليت، ومع ذلك جوجل تحكي انه الترجمه هي من 60 الى 70% دقيقه. اللغات الثانيه لسه للاسف ما في داتا بيز كبيره وترجمه كبيره، وخاصه اللغه العربيه يعني احيانا بترجم لك شغلات ما انزل الله بها من سلطان بتضيع المعنى كله بالترجمه، فلازم تنتبهوا في موضوع الترجمه. لكن في نقطة مهمة يمكن أستاذ أنس أنا بحابب أركز عليها، أنه حتى لو كان موضوع ترجمة شهادة مثلا رخصة أو شهادة ميلاد موضوع سهل كلمة كلمتين وترجمة، إلا أنه بعض المؤسسات بتحتاج ترجمة من مترجم محلف بيسموه، أو مترجم رسمي، وهون ساعتها بيجي عمل الإخوان في الترجمة. هل ممكن تحكي لنا عن بعض هاي الشغلات؟ هلا يعني الـ زي ما قلنا يعني في شغلات صح، الناس في ناس تفترض انه الترجمه للاسف يعني هي من المهن زي ما بيقولوا بالانجليزي taken for granted، يعني انه الناس تفترض جدا انه يعني شغلتها كثير بسيطه، انه شو يعني بتحكي انجليزي بتحكي عربي فانت بتترجم يعني. فبنقول لي لا الحكي كثير بعيد يعني. مثال، انا امبارح كنت عم بحكي مع اصدقائي، يعني امبارح مثلا اجتني وثيقه للترجمه من صادره من تونس باللغة العربية الفصحى مفروض انه هي يعني، بس انا في جمل باللغة العربية فعلا ما فهمتها، بعتت لناس سألت يعني، بعتت لناس بعرف انه لنا علاقة باشخاص تونسيين، بعتت لناس قلت لي يعني انا بدي افهم هاي الجملة بالعربي شو معناها حتى اترجمها عن جد للامانة يعني. فالموضوع الناس بتفكر انه لا انت بتعرف انجليزي بتعرف عربي، فشو الصعوبة بالترجمة؟ فانا بهيك حالات يعني بفضل بقول للناس روحوا اقراوا مثلا لكان قصيده مثلا لطرف ابن العبد، او قصيده للمتنبي او شيء، تعال ترجم لي اياها على جوجل او غير جوجل يعني. فاحيانا اللغه العربيه نفسها، ونفس الشيء بتطبق على الانجليزي والفرنسي، لما تقرا انت مثلا عقد بالانجليزي، عقد يكون متخصص مثلا خلينا نقول بمجال الميكانيك بمجال، او تقرا مثلا تقرير طبي. تقرير طبي انا كمان من يومين مر معي تقرير طبي، يعني استعنت بأكثر من أصدق من صديق أطباء يعني موزعين حول العالم، بعت والله يعني على سوريا وبعت على فرنسا لأصدقاء شخصيين إلي، يعني إن أنا بالعربي ما عم بفهم شو هذا، حتى بالقاموس الطبي اللي عندي ما لقيته يعني. ففي شغلات إنه مش دائما أنت تفكر إنه كونك أنت تحكي هاي اللغة مثلا لازم تفهمها. إحنا حتى كعرب يعني، إحنا كعرب بنحكي مثلا، حتى كشخص مسلم يعني أنت أحيانا تقرأ القرآن بمرعاك أي ما تفهمها إذا ما رجعت للتفسير يعني. فدائما اللغه ما لها حد، وما لها يعني زي ما بيقولوا ما لها وعاء يسعها. اللغه يعني عباره عن بحر كبير كبير، كل تخصص له لغته الخاصه فيه، اللي بسموه بالانجليزي الجارجون او اللغه التخصصيه للمهنه يعني. احيانا ممكن حتى على مستوى مثلا الانجليزي، هلا بجوز تلاقي اذا رحت عند ميكانيكي وحكى معك كم كلمه بالميكانيكي، اذا انت ما بتعرف السيارات ما تفهم عليه، حتى لو انت مثلا كندي او انجليزي او غيره يعني. فكل لغه لها طبعا لها زي ما بيقولوا لغتها الخاصه بمجالاتها يعني. فموضوع الترجمه كثير كثير دقيق وما سهل. صدق مدام رؤى كيال، كنا عم نحكي نستعنا بخبرات، بعد سالت مدام رؤى عن كلمه عن جمله بالتونسي، زوجها تونسي يعني. اهلا وسهلا فيك، تسلمي. الله يعيشك ان شاء الله، انت تسلمي. طبعا اللي بتحكيه صح، الترجمه حتى في مترجمين بيختصوا بترجمه طبيه، ترجمه الكترونيكس، ترجمه هذه شغله مهمه جدا، انه
يعرفوها بعض الأشخاص. طبعا في سؤال مهم جدا من أخ محمد بقول لك هل استخدام أو استعمال الكات هو أساس للمترجم في كندا ولا لا؟ مش شرط، بتصور حسب جهة عمله بالمؤسس. إذا في مؤسسات تشترط، يعني بقول لك مثلا إنه بتكون طالبين مترجم، بقول لك يكون عنده خبرة باستخدام الأدوات الكات، لأنه إحنا كمؤسسة بنستخدمها. بس مثلا أنا كمترجم بشتغل لحالي أو إذا بدي أفتح مكتب ما في داعي أستخدمه أساسا. يعني إذا استخدمته بعدين إلي كداتا بيز لقدام بكون كويس، لكن ما هو يعني متطلب أساسي للعمل. نعم. طيب دكتور أسامة بسألك، ما أعرفش إذا أنت بتعرف هذا الشغل ولا لا، إذا الواحد مثلا بده يترجم رواية عربية للغة الإنجليزية وشوف دار نشر بكندا، هل بلاقي دار نشر تنشر كتابه؟ والله ما عندي فكرة للأسف. طيب أنا ممكن أجاوب هذا الموضوع. طبعا أول إشي عشان ترجم رواية عربية لازم يكون عندك موافقة من صاحبها أو طبعا من الناشر تبعها حسب الأونرز تبعتها. ودار النشر في كتير دور نشر، إذا بالإنجليزي سهل جدا أنك تنشر في كندا، وأمازون من أحد أسهل دور النشر اللي بتنشر باللغة الإنجليزية لأنها بتأخذ على البرينتينج، يعني بتقدر أنت تحمل الكتاب وتكون جاهز، وهم بيطبعوا مثلا 10 نسخ، طبعا بأخذوا مبلغ كبير ولكن ما في داعي أنك تطبع 1000 نسخة أو 100000 نسخة، وممكن برضو تنشره باللغة الإنجليزية وتطبعه في دول عربية وتجيبه هون وينباع. فموضوع النشر شوية بيختلف عن الترجمة. طيب نرجع لأسئلتنا أستاذ أنس، هل لازم الترخيص هذا تدفعوا له مبالغ كبيرة ولا المبالغ مقبولة؟ لا، للصدفة أنا من شي نص ساعة تقريبا عملت الاشتراك، يعني سبحان الله، لأنه أنا لما أخذته من كم يوم قالوا لي أنه لازم تعمل اشتراك، وبس قالت لي الموظف هلا ادفع بس لشهر 3، لانه احنا بواحد 4 ببلش الترخيص السنوي، فبترجع بواحد 4 بتدفع للسنه كلها. يعني فهلا من شوي والله جددت الاشتراك، يعني سبحان الله، لا ما هو مبلغ كبير بصراحه، يعني مبلغ مقبول بالنسبه للسنه مع كل الرسوم مع تامين مع كل شيء، بحدود تقريبا $750 تقريبا. اذا هو سنوي كل سنه، هو سنوي وفي عندك خيار بتقسطه على 3 دفعات، يعني عبارة عن شهر 4 و5 و6، بس مش دفعات متساوية، يعني تقريبا ممكن أول دفعة كانت 450 والباقي موزعين بحدود 150 هيك شيء على شهرين اللي ورا يعني، بس بشكل عام الإجمالي كله تقريبا حوالي 750 تقريبا، يعني مع الكسور. يعني احكي لنا عن موضوع التأمين. نعم، التأمين انت ذكرته أكثر من مرة، ليش بتأمن على المهنة هاي؟ التأمين ضروري بهذا الترجمة، لأنه المترجم مسؤول عن شغله. يعني فمثلا يعني ممكن أنت تترجم عقد لشركة، عقد طبعا في شركات تبع العقود مش بس بملايين، بعشرات الملايين، بمئات الملايين، فممكن يعني سبحان الله المترجم في النهاية بشر، يعني ممكن يخطأ، ممكن يخربط برقم، يخربط بشغلة، يمكن يفهم جملة غلط، فيكون فيها مسؤولية على الشركة بعدين. فأنت كشخص بدك تتحمل هاي المسؤولية، يعني تحمل مسؤولية الخسارة تبع الشركة لحالك، هي مشكلة كبيرة يعني. فالتأمين ممكن يغطيك. أنا لسه والله بصراحة ما سألت عن موضوع التأمين بشكل شامل هون، لأنه العضوية تبع الاشتراك تبع الأوتياك يعني في منه تأمين للمترجم، لكن في تفاصيل تانية قالوا لي بس شركة لازم تشوف شركة التأمين برضو وتشوف الخيارات المطروحة عندها، لأنه المفروض تكون مأمن أنت بشكل جيد، لأنه في حال بعدين ترجمت أي عقد فيه مسؤولية مالية كبيرة إذا ما مأمن مشكلة يعني. وهذا الشيء موجود بكل الدنيا، حتى بالإمارات يعني من شروط التجديد عضوية المترجم القانوني بوزارة العدل هناك أنه تكون عندك تأمين. مرة تانية بنذكر معلومات التواصل مع الأستاذ أنس موجودة على الشاشة من سكرين شوت، إذا بدكم تساندوه وتساعدوه برضو تستفيدوا بالحصول على ترجمة موثقة، شخص عنده خبرة أكثر من 21 سنة في موضوع الترجمة بين العربي والإنجليزي، إنجليزي عربي. طبعًا أنت بتترجم لغتين، عربي إنجليزي، إنجليزي عربي، صح؟ طبعًا أكيد طبعًا. أوكي دبل، لأنه في ناس بس باتجاه واحد خاصة الكتب وال. أوكي. طيب أستاذ أنس، أنا بدي أسألك كمان سؤال، يمكن يكون سؤال شوية أكبر من موضوع الترجمة أو هذا. التعامل مع الزبائن أو كيف بتحصل على الزبائن، خاصة أنت فريلانسر، يعني أنت شخص، هل تستخدم السوشيال ميديا، هل
بدك تسوي موقع رسمي لك، هل عن طريق المؤسسة اللي هي أوتياك هاي في لها داتا بيز الناس بتدور عليك غاد، شو هي الطريقة اللي بتحصل فيها على الزبائن؟ طبعا في أكثر من طريقة يعني. هلا بشكل عام حاليا التركيز الرئيسي بصراحة على المعارف الشخصية أول، لأنه الحمد لله في أنا صار يعني شبكة علاقات كويسة هون بمونتريال، في أكثر من جروبات يعني على الواتساب على الـ على على الفيسبوك وغيره، وعم يعملوا الحمد لله دعاية، ما عم بيقصروا والله الشباب يعطيهم العافية. يعني أي حدا من أصدقائنا عم بيجيني تليفونات والله بقول أنا من طرف فلان من طرف فلان، أنا من المجموعة الفلانية على الواتساب، أنا من يعني من مجموعة كذا على الفيسبوك، فهي يعني نقطة الحمد لله جيدة، عم نلاقي تعاون من الشباب والأخوة والأخوات يعني عم بيساعدونا بهالموضوع. الشغلة الثانية زي ما تفضلت إنه حتى الأوتياك النقابة نفسها، يعني أنا اليوم لما جددت الترخيص يعني والعضوية، في من ضمن الطلب يعني في أبليكيشن في طلب إنه في بنود إنه هل أنت مثلا بترغب بذكر اسمك بالصفحة مع بياناتك مع تليفونك، في عندك أكثر تعمل تك عليها بالأثناء تعبئة الطلب يعني. فهن بيعملوا مثل ديسبلي على الشاشة، إذا حدا مثلا دور على اسمك على الموقع بيلاقي اسمك عنوانك رقم تليفونك إيميلك حسب أنت شو حابب تحط بيانات يعني. ففي طبعا أكثر من طريقة، لكن أنا اللي شايفه حاليا الاعتماد على المعارف يعني وشبكة العلاقات الشخصية يعني. الله يزود المعارف ويزود الحبايب إن شاء الله. طبعا إحنا في نهاية هذا اللقاء بدنا نشكر الأستاذ أنس حياتلي على المعلومات الرائعة اللي قدمها لنا للمشاهدين، ونبارك له أيضا بحصوله على الترخيص كمترجم محلف ومعتمد في كندا، وإن شاء الله نتمنى له كل التوفيق والنجاح. بعطيك آخر دقيقة إذا بتحب تضيف أي شغلة أو تحكي أي رسالة. لا بس بشكرك دكتور جمال، يعني أنا بعرفك على الفيسبوك ولا تعرفنا شخصي على زي ما يقولوا وجها لوجه، يعني تشرف فيك والله بارك الله فيك، وشكرا لكنار تي في طبعا على الفرصة هاي، وبشكر الجميع، وإن شاء الله تكون دائما يعني تضيفوا ناس يقولوا إجداد يعطوا هيك الأمل للناس إنه الحمد لله الفرص موجودة، لكن يعني طبعا في النهاية كله توفيق من رب العالمين، لكن الإنسان لازم يكون عنده خطة معينة للعمل، ويكون عنده يعني دارس أموره واحتمالاته وعارف شو ممكن يعمل، ومساعدة الناس يعني الحمد لله رب العالمين. أتمنى التوفيق للجميع وشكرا لكم مرة ثانية. أكيد شكرا لك، شكرا لك من القلب باسمي وباسم كنار تي في، بنشكرك باسم جميع المشاهدين اللي حضروا حيحضروا هاي الحلقة سواء على الفيسبوك تبع كنار تي في لايف أو على اليوتيوب كنار تي في لايف، بنرحب في اقتراحاتهم وأسئلتهم. مرة تانية نحكي إنه مسار مهنتي هو برنامج منكم وإليكم، بوضح للجميع للقادمين الجدد واللي موجودين في كندا طريق شق المهنة أو طريق الحصول على ترخيص في المهنة أو طريق دراسة المهنة ودخول هذه المهنة. ولذلك أنا بحكي من الآن لا تبخلوا على الآخرين بهذه النصائح، خذوا فيها حسنة إلى يوم الدين. الأستاذ أنس تواصل، إحنا تواصلنا معه والحمد لله من الأشخاص اللي نفتخر فيهم في الجالية وكثير منهم، فإذا أي أحد عنده مهنة حابب يحكي عنها حابب يعلم ويعرف الناس كيف دخول هذه المهنة، حتى لو أنها لم تكن مهنة بدها دراسة وبدها علم، ممكن تكون مهن كونستراكشن، ممكن أي مهنة بتفكروا فيها أو عندكم علم فيها وحابين تفيدوا غيركم، تواصلوا معي تواصلوا مع الأستاذ رامي أو مع كنار تي في لايف مباشرة، وإن شاء الله رب العالمين بننسق لحلقة قادمة. مرة تانية بنحكي لكم شكرا لكم من القلب، ونرأكم إن شاء الله في حلقة قادمة، تصبحون على ألف خير.